اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام واهدهم سبل السلام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم أمنا يوم البعث، اللهم أمنا يوم البعث، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت. اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك المغفرة يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، يا من يتأنى على المخطئين، يا من يتأنى على المخطئين، يا من يتأنى على المخطئين، يا من